السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيبتي في قناة وصفات لكم. سعدت بلقائكم مجددا وأتمنى أن يجدكم فيديو اليوم في تمام الصحة والعافية. إن شاء الله وصفة اليوم ستكون وصفة لتضييق المسامات الواسعة لمن لديها مسامات واسعة. إن شاء الله بهذه الوصفة ستعالجون هذه المشكلة، وحتى أنها وصفة إن شاء الله ستعطيكم تبييض وتفتيح في نفس الوقت. مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت وكذلك سهلة. إن شاء الله وصفة ستكون بسيطة لكنها فعالة مع المداومة. بطبيعة الحال ستحصلون على نتائج ستكون مرضية إن شاء الله. إذن الآن سنمر إلى التعرف على المكونات وكذلك سنمر لتحضير وصفتنا لليوم. بالنسبة لك أول مكون سنحتاج هنا إلى السكر الأبيض. استخدم سواء كان سكر أبيض أو السكر البني، مبيض ممتاز وكذلك سيعمل لنا على تنقية المسامات الواسعة وسوف يعالج لنا هذا المشكل. كذلك لدينا ماء الورد، فهو غني عن التعريف لما له من فوائد في قبض المسامات وأيضا في علاج التجاعيد وحتى في تبييض البشرة وتنقيتها وجعلها صافية بدون بقع وبدون تجاعيد. كذلك مكون هو غني عن التعريف. أيضا سنستخدم هنا جيل الألويفيرا أو جيل الصبار. إذا كان متوفر لديكم جيل الذي يكون على شكل نبتة استخدموه، أو جيل الألويفيرا الذي يكون معلب ممكن أيضا استخدامه، له فوائد رائعة في قبض كذلك المسامات وسد المسامات الواسعة. كما نعلم مشكلة المسامات الواسعة يعاني منها كل الأشخاص سواء كانت بشرة دهنية أو حتى البشرة التي تكون جافة، مما يؤدي إلى ظهور تلك الرؤوس السوداء. إن شاء الله اليوم سوف نعالج هذا المشكل. أيضا سنحتاج إلى الليمون الحامض، هو قابض للمسامات، مبيض، منقي وكذلك يزيل الخلايا الميتة. في آخر الفيديو سأترك لكم فوائد كل عنصر سوف نستخدمه في وصفة اليوم. إذن الآن سنمر إلى تحضير الوصفة. هنا على بركة الله أنا لدي هنا جيل الألويفيرا الجاهز المعلب، سأضيف تقريبا ملعقة هكذا. كما قلت لكم إذا كان لديكم جيل الألويفيرا أو عفوا الألويفيرا على شكل نبتة، قوموا باستخراج هلامها واستخدموه في هذه الوصفة. بعدها سأضيف بضع قطرات من عصير الليمون الحامض، أقوم بعصر نصف حبة من الليمون الحامض بهذا الشكل كما تلاحظون، وسأبدأ بالخلط جيدا. أدمج عصير الليمون مع جيل الألويفيرا، ثم سأضيف ما يعادل ملعقة من السكر الخشن. المكونات كما قلت كلها ممتازة جدا وتعمل على قبض المسامات وأيضا تبييض البشرة. سأضيف هنا ملعقة صغيرة من ماء الورد، هو كذلك معالج لهذه المشكلة لذلك أنا استخدمته. أقوم جيدا بالخلط. بالنسبة لهذه الوصفة حبيباتي ضروري من تطبيقها في الليل، يعني لا نقوم بوضعها على البشرة في النهار لأننا وضعنا فيها الليمون الحامض وهو لا يتناسب بتاتا مع أشعة الشمس، لذلك من الأحسن عمل هذه الوصفة في الليل، نتجنب التعرض لأشعة الشمس حتى لا تحدث هناك تصبغات أو حروق على البشرة. دائما خذوا قطنة هكذا وسنقوم بغمسها أو تبليلها في هذه الوصفة، ونقوم بتمرير الوصفة على كامل البشرة، بشرة الوجه جيدا.
نركز دائما على المناطق التي بها مسامات واسعة. نقوم بمسح البشرة كما قلت لكم في الليل، ضروري من تطبيق هذه الوصفة في الليل حتى نتجنب تلك حروق أشعة الشمس. مرروها وركزوا جيدا على الأماكن التي بها المسامات الواسعة، ثم سنتركها إلى غاية ما تجف، لأن السكر استخدمنا هنا السكر وعصير الليمون الحامض لأنه يعمل على شد البشرة كذلك، وهذا سوف يعمل كذلك على تلك يعني المسامات الواسعة، سوف يقوم بسدها بشكل رائع جدا، وبالخصوص إذا دومتم عليها فترة من الزمن، بالخصوص إذا استعملتموها بشكل يومي إن شاء الله في ظرف أسبوعين ستلاحظون فرق شاسع، يعني قبل وضع الوصفة وبعد وضعها سوف تظهر النتائج منذ الأسبوع الثاني، ونتائج ستكون يعني فرق سوف يكون كبير جدا. بالنسبة لما تبقى لديكم من الوصفة لا يمكن الاحتفاظ به لأن المكونات سوف تفقد يعني فوائدها، ضروري من تطبيق الوصفة أو من استعمال الكمية التي سوف تستعملونها لليوم الواحد. إذن الوصفة سهلة، على الأقل داوموا عليها من 3 إلى مرتين، يعني من 3 مرات إلى مرتين في الأسبوع حتى تحصلون على النتائج التي سوف تكون إن شاء الله جد جيدة. بالنسبة هنا حبيباتي لذوات البشرة التي تكون حساسة، اعتمدوا على الأقل على هذه الوصفة على الأقل 1 إلى 2 مرات في الأسبوع، لأنها بالفعل وصفة ممتازة. كما نعلم مشكلة المسامات الواسعة تظهر لدى كل أنواع البشرة، ليس فقط ذوات البشرة الدهنية، بل حتى لصاحبات البشرة التي تكون جافة يعانون من هذا المشكل، أي من مشكلة المسامات الواسعة. إذن بعدما تعرفنا على الوصفة حبيباتي، إذا أعجبكم هذا الفيديو طبعا لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك، وأيضا مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. كما قلت لكم في آخر الفيديو سأترك لكم فوائد كل عنصر للبشرة.